اهلا بكم في هذا الحوار الممتع. اعدكم اليوم بوجبه علميه على ارقى مستوى ممكن في عالم جراحات التجميل. عايز ابدا حواري بحاجه هتستغربوها جدا. عملوا دراسه لقوا انه من اسباب، طبعا هو مش اكيد مش سبب يعني في الكتب الطبيه موجود لغايه دلوقتي، لكن من الاسباب التي ذكرت في ابحاث حديثه جدا عن رغبات المرضى في انهم يعملوا جراحات للوجه لإصلاح الذقن، التعامل مع مشاكل الدقن، مشاكل الأنف، هي صور السيلفي. الدراسة دي دراسة يعني الموقع البريطاني ديلي ميل ذكرها، وقال الدكتور فيك بريما فيها، ده استشاري جراحات التجميل وأحد المشاركين في الدراسة، قال إيه؟ إنه في زيادة تربو عن 16% في عدد الأشخاص اللي بدأوا يخضعوا لجراحات التجميل في الوجه والرقبة في عام 2015، في ده نتيجة هوس الكثيرين أو اتجاه الكثيرين إلى ما يسمى بصور السيلفي عبر الهواتف الذكية. ولقوا أنه صورة السيلفي بدأت تلفت نظر كتير من المهووسين بيها إلى عيوب معينة ما كانوش بيشوفوها في المراية، وخصوصا عيوب الدقن، لأن العيوب الدقن هو بيصور من تحت أو بيصور من فوق، بيرفع رأسه كده، فبياخد كادرات ممكن جدا ما بتكونش بنفس الوضوح في المرايه. الكثير من المرضى وصل بهم الرغبات الى ان هم يبقوا عندهم تكرار لجراحات التجميل، وقال انه ممكن جدا يلجأوا الى عمليات زي بوتوكس وفيلر وحقن دهون او ضبط عظمه الذقن بزاويه معينه. كل ده اللي دفعهم لاتخاذ القرار ان هم يعملوها وشهم اللي شافوه في صور السيلفي. طبعا انا بقول انه زادت جراحات التجميل جدا في الفترة الاخيرة نظرا للنتائج الجيدة لكثير من هذه الجراحات. الناس بقت تشوف بعض افضل، الناس بقت تلاقي واحد عمل جراحة او بقى زبط دقنه وكان فيها مشاكل معينة في لغد، في مشاكل في مش عارف ايه، في مشاكل في الانف، فبدأوا يلجأوا إلى جراحة تجميل لأنهم شافوا النتائج. ده في الشرق الأوسط، لكن الدراسة دي لازم تتاخد على محمل من الاحترام، لأنها شيء واقعي جدا. صورنا في عالم السوشيال ميديا بتفترض أن احنا نبحث دائما عن الأجمل. النهاردة حوار علمي وحوار على مستوى عالي من الناحية الأكاديمية، من الناحية العلمية هنسعد جدا بحوار منضبط علميا ومختلف، لأنه ضيف العزيز واحد من الكبار في عالم جراحات التجميل، واحد من الأساتذة المتميزين على المستوى الأكاديمي، أستاذ في أعرق كليات الطب، واحدة من أهم الأقسام في عالم جراحة التجميل، واحد من الناس اللي بنسمع منهم علم خالص وواضح وصريح جدا. وده بيسعدني جدا ان انا ارحب بضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره، واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل، استاذ الدكتور عبد الرحمن عوضي. كنا دايما نقول ما ننبهش حد الحاجه في وشه طالما هو بيشتكيش منها. زادت جراحات التجميل جدا في الفتره الاخيره نظرا للنتائج الجيده. هذه المقاييس كلها مع انها ثابته ولكن بتخضع لسن التقييم او جزئيه التقييم من جراح التجميل. دورنا احنا كجراحين تجميل ان احنا نريلايز. بدات تقوى صوت كلمه شد وجه غير جراحي، كيف تراه في مقابل شد الوجه الجراحي؟ الجمال قوي ان يبقى شكله طبيعي، ان انا لا المس انه عامل جراحه او عامل تدخل تجميل. الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين، استشاري جراحات التجميل والليزر. أنا نرحب بضيف العزيز الصديق والزميل العزيز الأكاديمي الرائع والجراح البارع أستاذ دكتور عبد الرحمن عوضين. أهلا بك. أهلا بك دكتور أيمن، منور الدكتور وسعيد جدا بهذه الزيارة. أنا متشكر على المقدمة. ده أنا اللي متشكر على قبولك الدعوة النهاردة، واخدينك من مشاغل كبيرة وكثيرة، لكن يعني سعداء جدا، وأنا نفسي سعيد على المستوى الشخصي لأن أنا عارف أن أنا استمتع بوجبة علمية على أرقى مستوى. تعيش دكتور أيمن، متشكر. عايز أبدأ الأول معاك قبل ما أكلمك على المقاييس الخاصة بجمال الوجه، هل فعلا السوشيال ميديا، السيلفي، رؤية الناس كتير في صور كتير خلت الناس تروح لجراحة التجميل؟ هو تأكيد اللي حضرتك بتقوله، كثرة التصوير واستخدام التصوير لمنطقة الوجه بالذات
وانتشارها على السوشيال ميديا سواء انستجرام فيسبوك اصبحت مسار تعليق من ناس كتير، فاصبح هو شخصيا بينتبه لحاجات ما كانش واخد باله منها. واحنا كتير قوي زمان قبل ما السوشيال ميديا تظهر بهذه الصوره كنا دايما نقول ما ننبهش حد الحاجه في وشه طالما هو بيشتكيش منها، لكن هو بدا تطور الحياه الطبيعي ان هو كتير قوي الصور بتتكرر ويبدا ياخد تعليقات من ناس محيطين ان في مشكله في الانف ومشكله في الوجه، فيبدا هنا التوجه لانه يعمل تدخل تجميلي بيزيد. بس هنا بنقول دورنا احنا كجراحين تجميل ان احنا نريلايز، يعني ازاي اقعد معاه ونشوف الواقعي في هذا الموضوع، لان قد يكون اللي هو مضايقه زي ما حضرتك قلت الزوايا لو احنا صورناه بزوايا اخرى او بزوايا الطبيعيه اللي هو ممكن اغلب الناس بتشوفه منها، هذا العيب او الديفول اللي هو مضايقه ممكن ما يكونش مشكله كبيره، لكن لا يمنع ان ده ساهم بنسبه كبيره في زياده جراحات تجميل الوجه. ايه مقاييس جمال الوجه؟ هو مبدئيا الوجه له مقاييس ثابته حسب عظام الوجه، ونقدر نحدد هل الوجه ده طويل اكتر من لازم، هل عريض اكتر من لازم. الوجه بيتقسم على المستوى الطولي لثلاث اجزاء، على المستوى العرضي لخمس اجزاء. مقاييس احنا بناء عليها نحدد والله الحاجب ده هل مفترض مكانه يبقى فين، الانف دي طويله ولا قصيره، الدقن دي طويله ولا قصيره عايزه تطلع قدام شويه، في عيوب في الفك، عيوب في العظم. بس عايزين نقول هذه المقاييس كلها مع انها ثابته ولكن بتخضع لسن التقييم او جزئيه التقييم من جراح التجميل. يعني هو كده مورينا انه مقسم الوش التلت الفوقاني والتلت الوسطاني اللي فيه الانف من اول ما بين الحاجبين والانف، ومن اسفل الانف لغايه الدقن ده التلت التالت. برضه بنرجع نقسم الوش بالطول الى خمس اجزاء متساويه من اخر الاذن لغايه منتصف الوجه. بس عايزين نقول هذه المقاييس بتخضع اوفر اول على بعضها كده لنظره تقييميه من جراح التجميل ان يبقى في تناغم لشكل الوجه. لان انا لو بدات افكر بالمقاييس دي فقط واستبعدت ان الوش نفسه له اشكال، لان هو مع هذه المقاييس ولكن في وجه ربنا خلقه بيضاوي، في وجه مستدير، في وجه على شكل القلب، في وجه ايه مربع، في وجه خماسي الشكل يعني مربع ومثلث من تحت، في وجه يبقى مثلث. في دلوقتي يعني تقنيات او بمعنى اصح اساليب بتطلق بنسمعها بقت موضه قوي، يعني مثلا تقنيه تكساس كل دلوقتي بيتكلم عنها حتى في السوشيال ميديا. هي الفكرة عايز أقول لحضرتك على حاجة، منطقة عظمة الفك السفلي اللي مسؤولة عنها تحدد أبعاد الوجه من تحت، المفترض لها رسمة معينة عند الغدة النكافية وعند العضلة المسؤولة عن المضغ. بدايتها يعني هي الصورة دي هي عاملة حقنة فيلر لزيادة هذه المنطقه بس بزايد، يعني قد يكون دي ما تجيلنا احنا نقلل هذه المكان. يعني حضرتك لو شايف من اول شحمه الاذن لغايه تحت واصلين لغايه الدقن، الحرف الفي شيب او ال اللي نازل ده معمول بزياده شويه، وهنا ده انا شايف انه لا يقل اكتر. وهنا بدل ما احنا نعمل زي ما بيقولوا تقنيه تكساس ان نوصل لهذا الشكل، لا احنا عايزين نقلل شويه. تقنيه تكساس او الفي شيب مقصود بيها ان ما بيبقى الجزء ده ضامر شويه احنا لا بنرجعه لوضعه الطبيعي عشان يبقى الوش متناغم. اوقات بتبقى العظمه رقيقه، عظمه الفك نفسها رقيقه، والعضله المسؤوله عن المضغ رقيقه، يعني تقول له اضغط على اسنانك تلاقي العضله رقيقه قوي. وتلاقي الغده النكافيه رقيقه لانها جزئين، فبتلاقي الوش داخل لجوه. حتى في تعبير يقول لك انا وشي من تحت مطبق، او هي تقول الوجه من تحت. هنا دي اللي بنزودها على شكل ندي الشكل الجمالي، ونقدر نحدد منطقه الفي شيب من اول شحمه الاذن لغايه حد الفك من اسفل. في بعض الفنانين ظهروا فتره كان الوجه واخد الشكل ده، فكتير قوي يقول لك انا عايز اعمل زيه. هي الفكره انا مش بعمل زيه، انا بشوف ايه اللي ناقص وبرجعه للشكل الجمالي المقبول الطبيعي، ولو زايد يعني الصوره دي فيها زياده. ودي بنحتاج ان احنا نشوف المشكله اساسا كانت فين. بنبدا الاول بتقييم العضله ونشوف الغده اللي فوقها، يعني احنا الزياده اللي موجوده دي جزء منها غده وجزء منها عضله وجزء منها عظم الفك نفسه. وفي هذه الحاله بنحاول اول الغده نقللها شويه بحقن البوتوكس، العضله نقللها شويه بحقن البوتوكس برضه بس بدرجه معينه عشان عيان ما يفقدش قدرته على انه يمضغ. لو المشكله في العظم بنعمل بجراحه داخليه ان احنا نقلل عظم الفك. على العكس بقى على النقيض، لو الجزء ده ضامر وراجع لورا، لا بتتملى فيلر او دهون بتدي الشكل الجمالي المتناسق بحيث ما غيرش شكل الوجه
اللي هو عظم الوش كله ماشي مع بعض. فدي تقنية تكساس. دي تقنية تكساس اللي هي في شيب. في شيب عند المنطقة من أول شحمة الأذن لغاية تحديد أسفل الفك السفلي لغاية الداء. بنعملها غالبا في أغلب الحالات بنعملها بالفيلر، ولكن في حالات بتبقى العظمة راجعة ورا قوي وفينا بنحاول نزودها بالدهون. اوقات بنحتاج ان احنا نقوي العظمه، لان المشكله في العظمه تحتاج تدخل جراحي. فهي بدايتها كانت بدايه علاجيه، ولكن نظرا لتكرارها فبدا ده يقول لك انا عايز اعمل. لكن كتير جدا من اللي بيجي تلاقي الشكل جميل ومتناسق ومش محتاج يعمل. لكن لو في احتياج لا بنعملها. بنبدا الاول زي ما بقول لحضرتك، لو الديفكت قليل شويه او الجزء ناقص مش جزء كبير بنزوده بالفيلر واحنا قاعدين من غير اي مخدر، والفيلر فيه المخدر بتاعه، وبتقعد معانا لمدة سنة مش اكتر من كده او 9 شهور. لو لا محتاجة اكتر احنا بنحتاج ان احنا نحط دهون نقوي هذا المكان. اذا كانت تكساس بهذه المواصفات، في حاجة اسمها عكس تكساس؟ عكسها بقى اللي بيبقى الوش حضرتك بارز من الجنبين. اللي هو يعني بيبقى منضغ الغدة النكافية، يا اما كان عنده التهابات متكررة قبل كده، يا اما هي ربنا خلقها عنده كده، ومنطقه الخد في نفس المكان ان احنا هنعمل فيه الفي شيب طالعه بره مربعه وشه ومخليها شكل وش لو هي سيده او انسه بتدي الشكل الذكوري. وهنا بنشوف بقى بنقيم الاول السمك اللي احنا حاسينه بيضغط على اسنانه، هل هو زي ما قلنا عظم، غده، عضله. غده وعضله بنتحكم فيها بالبوتوكس، العظم لا بنعمل له جراحه تجميليه من داخل الفم ان احنا نقلل هذه العظم. احنا قلنا الحالات اللي تصلح لها التقنيه هي الحالات اللي عكس اللي احنا قلنا، اللي هي عند المنطقه دي كبيره شويه، كبيره بنقللها. التكساس بقى لو دي قليله احنا بنزودها بحيث نحدد منطقه الفي شيب اللي هي من شحمه الاذن لغايه منطقه الداء. وانت جراح تجميل بارع ما شاء الله، بدأت تظهر دلوقتي، يعني مش بدأت تظهر، بدأت تقوى صوت كلمة شد وجه غير جراحي. كيف تراه في مقابل شد الوجه الجراحي؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. لو حضرتك تلاحظ الصورة دي ظاهر فيها قوي حتة الجو اللاينز اللي هي اللازلة، الكورتين دول الاثنين البيضاويين نازلين من الجنب. دول ممكن احنا لو العيان في سن مبكرة في الأربعين أو الخمسين ومش واخدين درجة كبيرة قوي، لا احنا ممكن نكمل النقص بتاع منطقه الدقن، نكمله بفيلر، نكمله بدهون، ونشد الجزء اللي ورا ببوتوكس، ونشد الوجه كله بليزر. كل ده قبل ما ابدا بتدخل الجراحي اللي هعمله ده. الا في بعض حالات، وقد يجي مريض او شخص في سن في الاربعينات او في اواخر الثلاثينات تبقى مضطر لتدخل الجراحي، ان احنا هو بيبين الشد بتاع منطقه الجبهه. وان كان دلوقتي يعني ما عدناش بيجي لنا حد بالمرحله دي الا ما بتلاقيه فوق 60. وان كان برضو بيجي ناس في مرحله سنيه مبكره محتاجين، لكن النسبه الغالبه اصبحت تدخل غير جراحي. وحتى لو تدخل جراحي في الجبهه بنعمله بالمنظار. وبنستخدم حضرتك حاجات زي قطع الميكانو، تعلق حضرتك لها شوكتين، تعلق الجلد فيها وبتثبت في جمجمه الراس لو محتاجين شد جراحي. لان في حد مهما عملت له البوتوكس مش قادر يعمل له حاجه، ان العضله ضعفت والحاجب بدا يبقى ساقط على الجفون وبدا يعاني من تقل على جبهته عشان يبصوا هنا بيحتاج الجراحه. لكن ده لا يمنع ان احنا بنبدا ستيب وايز. يعني حتى لما بنيجي نقول للدكاتره في المحاضرات كده نقول له احنا عندنا 5R، يعني اعاده النضاره 5R. اول حاجه ريلاكس، استخدم البوتوكس تريح العضلات المشدوده. رقم 2 ريسيرفس، صنفر الجلد بالليزر وفي نفس الوقت شده لنا. ما هو الفراكشنال سي او 2 هيشد لنا الجلد، هيشيل الطبقة الميتة والتصبغات اللي في الجلد، هينبه نمو الكولاجين الجديد، وهيعمل نضارة. ولو عملنا جلستين ثلاثة حسب احتياج المريض لا بتدي نتيجة كويسة. حضرتك لو لاحظت أنا بكرر كلمة مريض، ولذلك احنا عايزين نعيد مرة أخرى أن نطلق على من يجري جراحة تجميلية كلمة مريض. ليه بقى؟ لأن أنا محتاج أقيمه طبيا. هو تعريف كلمة مرض يعني ديس ايز، عدم ارتياح، ديزيز هي ديس ايز، عدم ارتياح. فهو لو مرتاح لن يتوجه لطبيب، لان جراحه التجميل ده طبيب. ليه بنقول كده؟ لان لازم قوي اتاكد تماما ان اللي هيجي لي ده ما بيمشيش على ادويه مضاده للتجلط، لا يعاني من السكر، لا يعاني من اضطرابات في الضغط، ما عندوش مشاكل صحيه معينه. اقيم هذه الجزئيه واعمل له اي حاجه انا عايزها، لان ممكن يكون عنده تفاعل حساسيه تجاه دواء من الادويه المعينه، ممكن يكون عنده مشاكل صحية. التدخل اللي أنا هعمله
هيعمل لنا مشكلة أكبر. فمهم قوي لازم يتاخد تاريخ مرضي. يعني بنزعل قوي لما تلاقي حضرتك بدأ ينتشر حد بيروح بيت أو نادي، لا لا، هو بيروح مكان طبي بيقيم المشكلة، وقبل ما بيتكلم معاه بيدردش بياخد أدوية إيه، عمل جراحات قبل كده، بيعاني من مشكلة معينة. والتقييم الطبي بقى، يعني أنا ممكن بالتقييم الطبي أطلب منه والله يعمل لنا تاريخ سكري على مدى 3 شهور، ممكن أطلب منه بعض تحاليل معينة، لأن ممكن الحقنة البسيطة اللي أنا هعملها الفيلر ده يبدأ يلتهب لأنه عنده سكره مش مظبوط، وتبقى المشكلة من أن أنا ما قيمتش المريض كويس. يعني كلمة كلاينت لازم تختفي. يعني وإن كان في يعني في زملاء كتير بيصروا عليها وبيزعلوا لأنها بتخوف الشخص اللي بيتوجه لجراحة التجميل، ولكن يعني تكرارها، وبعض جيل بدأ يظهر من الشباب أنه هو يعني بدأ يستسهل الموضوع شوية، لا احنا عايزين ناخد الموضوع شوية بجدية، لأن حتى زراعة الشعر حتى وإن كان الناس بتعتبر أنها حاجة بسيطة خالص، لا لازم نقيمه طبيا كويس ونشوف عناصر التجلط عنده كويسة عشان ما نفقدش مريض، ما نفقدش إنسان. بالضبط. ما أعرفش، أكيد أنت رغم مشغولية أكيد شفت اللي فات دراما بتاعت رمضان، كان في بطولة للفيلر في الكثير من المسلسلات، الفيلر كان بطل قاسي شوية، في بعض الأحيان كان جميل جدا لما ملاحظوش احنا يعني ملاخدش بالنا، لكن في فيلر كان استخدم استخدام سيء، فأنا عايزك تقولي القول الفصل في الفيلر. هو مبدئيا كلمة فيلر هي كلمة عريضة شوية بتشمل استخدام الهيالورونيك أسيد اللي هو حمض الهيالورونيك اللي كل الناس بتستخدمه على اسم فيلر، ولكن بيستخدم معها أيضا حقن الدهون، ده فيلر، هي مادة مالئة ويستخدم معها ممكن نقل بعض جزيئات، في ناس عنده الخد عظم الخد ضعيفة جدا، فممكن نستخدم دعامة خارجية ونثبتها بمسامير، ممكن الدقن نثبت دعامة داخلية بمسامير فدي أصبحت فيلر، أو ناخد شريحة عظمية نحطها بقت فيلر، لكن اللي احنا شايفينه ده كل الناس بتعتبر الفيلر هو الهيالورونيك أسيد. احنا عندنا شروط لحقن الفيلر، رقم 1 بنحقن ايه؟ الفيلر لازم يكون موافق عليه دوليا، يعمل FDA الهيئة الأمريكية للرقابة على الأدوية، أو واخد CE مارك موافقة الاتحاد الأوروبي ومجرب. رقم 2 لازم هذا الفيلر أكون عارف من مادة أقل نسبة تؤدي إلى حساسية أو تؤدي إلى مشاكل، يبقى أول حاجة بنحقن إيه المادة اللي بنحقنها، دي هامة جدا، ولذلك بنصر أن لابد هحقن فيلر، المريض حوريله علبة الفيلر وحديها له وهو ماشي، مفيش حاجة بطلع، لا لا خالص، لازم ياخد العلبة وهو ماشي عشان عليها التاريخ الصلاحية، نوعها، المنتج. الحاجة التانية بنحقن ايه؟ رقم 2 بنحقن فين؟ بنحقن فين دي عايزة بقى رقم 1 ما نحقنش في أي شريان، يبقى أنا راجل عارف تشريح كويس، الأبعاد الجمالية غير التشريح اللي هو الشكل الجمالي، ودي المشكلة للأسف اللي بنشوفها، تلاقي الناس متخيلة إن الفيلر أنا بعمل خدود كبيرة وبعمل شفاه كبيره، لا خالص، ده المفترض تتعمل بلمسه جماليه تدي شكل، ان المفترض ان الشكل يبقى ناتشرال، ناتشرال از بيوتي، يعني الطبيعه هي الجمال، هو الحاجه يبقى الجمال قوي ان يبقى شكله طبيعي، ان انا لا المس انه عامل جراحه او عامل تدخل تجميلي، وده يستوجب مني ان انا هقعد معاه اشوفه اقيم وشه ابعاده قد ايه، الحاجات اللي ناقصه في الوش او زي ما حضرتك جايب في الشفاه، وبناء عليها انا هعمل، يعني اللي بيحقن ده بيحقن بنسميه قوس كيوبيد، بيرفعه سنه صغيره علشان يخلي يدي للشفه الشكل الجمالي وبيرسمه لانه غالبا مش موجود عندها. الشفاه عشان نعمل لها فيلر او منطقه الخدود او الانف حتى لو فيها وجاج اوقات نصلحها بالفيلر، الفيلر حتى لو موافق عليه دوليا هو انواع تركيزات، يعني في حاجه تتحقن في الجزء العميق نرجع بيه الخد او الدقن مكانه، او نعمل بيه الفي شيب اللي قلنا عليه التكساس ده، في حاجات اخف شويه فدي تتحقن في الكسرات بتاعه الابتسام او في الشفاه، حاجات اخف اكتر بتتعمل في الحاجات السطحيه، وفي حاجات للنضاره اوقات بنستخدمها اوقات نستعيض بيها باستخدام البلازما او ما شابه. فالفيلر عايز 3 شروط، بنحقن ايه، بنحقن فين، مين اللي بيحقن. ليه الدهون اصبحت لها هذه الشعبيه الكبيره؟ حاجه طبيعيه من داخل الجسم، الدهون فيها ميزه بدينا مساحه كميه اكبر، حتى مع الشخصيات النحيفه ممكن نلاقي كميه دهون هي بالنسبه لنا كبيره، لكن بالنسبه للجزء اللي واخدينه منه مش كبير، يعني ممكن بناخد من اندر بيكيني كده من المؤخره 20 سم
مش هيبان مكانهم 10 و10 مش باين مكانهم خالص، ولكن لو حطيناهم في الوش يدوا نتيجه لطيفه جدا. بس هو حقن الدهون عايز ان احنا مبدئيا نشوف هنرجع ايه تاني، لان مع تقدم السن العظم بيدوب شويه، فممكن ان احنا نحقن شويه فوق وتحت لحاق العظم، ممكن نحقن في فراغات الوش، بعد كده نحقن تحت الجلد نرجع الشكل الجمالي. حقن الدهون لما بنحقنها بطريقه صح وبناخدها بطريقه صح وناخدها من مكان صح، يبقى الطريقه صح والمكان صح وفي المكان الصح، بنسبه 70% ما بتدوبش اول مره، لكن وارد 20 او 30% انها تدوب. وفي هذه الحاله بننتظر شهر ونص بالكثير شهرين، لو دابت بنحقنها مره اخرى. لو حقنها مره اخرى بنسبه كبيره قوي 90% ده الا لم يكن 95 ما بتدوبش، لان الخلايا اللي دابت سابت لنا الجوست بتاعها او بقاياها، فدي رجعت سكنت عليها جديد، سكنت في هذا المكان وبناء عليه لا تاني مره بيعيش. فحقن الدهون لا من الحاجات اللطيفه وبيدينا نتائج مبهره، لكن احنا بنكش شويه الناس اللي عاملين استئصال ثدي او شايلين اي ورم في الجلد، ما بنحبش نحقن تحت الدهون، لان الدهون شايله معانا خلايا جذعيه مش مفصوله لكن موجوده، نوع من خلايا الجذعيه الام موجوده في الدهون، فما نضمنش ان تتحول هذه الخلايا تاخد بعض سمات الخلايا السرطانيه وترجع حاجه تاني، فبنحبش نحقنها في حالات استئصال اورام الثدي او اي اورام نعوض بيها دهون، بنفضل احنا نتجنبها تماما. من العمليات اللي بتفرق في شكل الانسان جدا هي العمليات اللي بتتعامل مع الجفون، بس دي عمليات مليمترات مش ملي، ده اجزاء من الملي بتاعي. والله بص حركة الجفون، الجفن العلوي قد يترهل، الجلد بتاعه يزيد ويسقط معاه الحاجب او ما يسقطش، وفي هذه الحاله هحب ان انا اعلي الحاجب الاول ببوتوكس بوتولينيوم توكسينز واشوف الجلد ازاي اتفقد اشيله. اوقات يترهل معاها في مساند دهون موجوده حوالين عين فوق وتحت، في هذه الحاله بحب ان انا اشيل هذه الدهون. اوقات بيبقى الغده الدمعيه ودي موجوده عند طرف الجفن من بره، ودي يعني الناس كتير ما بتنتبهش لها، اوقات بتتضخم يعني، وفي هذه الحاله بنحتاج ان احنا نصغرها ونرجع نعلقها جوه، اوقات نقص حته من العظمه، والكلام ده الناس تتخض ولا لا خلاص جراح التجميل يعني المتمرس بيجري هذه الجزئيه ببساطه وبمهاره، وبتفرق في العمليه نص ساعه واكتر. الجفون السفلى لو حد عنده في متوسط العمر الجلد مش مترهل لكن في تراكم دهون، بنشيلها من داخل العين ما بنفتحش جرح بره، بس شرطه ان الجلد ما يبقاش مترهل او درجه الترهل بسيطه وهنا الجلد بينكمش مره اخرى. لكن لو في اكياس دهنيه كبيره او ترهل في الجلد بنفتح جرح موازي للرموش، وده بنوعد انه يكون مختفي تمام. واوقات بنحتاج ان احنا نحقن معاه شويه دهون نكمل مثلث اسفل الجفن عشان نخلي شكل الخد طبيعي وجمالي عشان نعيد التناسق مع بعض. هذهب الى الانف، كتير برضو بداوا يتجهوا الى تجميل الانف غير الجراحي، او هي مشاكلهم ما تستدعيش جراحه. بص حضرتك يعني في بعض الناس عندهم عضلات الانف فيها مشكله، يعني زي الانف بيتحكم فيها عضلات، يعني في عضله مسؤوله عن مقدمه الانف انها تشدها لتحت اثناء الكلام، لو زايد نشاطها اكتر من اللازم من حين نقطة باتوكس بترجع المقدمة لفوق. في عضلة بتشد الأنف فتحات الأنف، أوقات لا بتبقى نشاطها زايد بنقللها شوية، ده على مستوى العضلات. في العضلات اللي فيها في ظهر الأنف بتدي برضو مثلث سبعة، دي برضو ممكن نحقنها بوتولينيوم توكس. لكن أوقات بيبقى الموضوع محتاج مضطرين للجراحة، ودي النسبة الغالبة. الفيلر بيساعدنا شوية في أنه يصلح ديفوهات بسيطة، يعني ممكن إن احنا نعالج بيه انحناء بس مش هيقعد معانا أكتر من ست شهور. ممكن نعمل استقامة لظهر الأنف سجود نعمل بيه مقدمة الأنف، لكن النسبة الغالبة بتبقى جراحة. وهنا بنقول جراحات تجميل الأنف بتحتاج ان احنا نقعد ثلاث قعدات مع من يجري جراحة تجميل الأنف. هو احنا في اتفاق كده شبه اتفاق عالمي ان من يجري اي جراحة تجميلية له عندنا ثلاث قعدات. القعدة الأولانية لتقييم المشكلة واسمع منه هو عايز ايه واشوفه وبشرح له هو عايز ايه. القعدة التانية بيكون عمل الفحوص والتحاليل بتاعته، وفي هذه الحالة أنا برضو بقعد أعيد عليه شرح العملية مرة أخرى، ودايما نقول ريالايز إن احنا نخليه أكثر واقعية وعايشه النتائج والعملية والتخدير والورم والزرقان، لازم يبقى فيه وضوح. القعدة رقم ثلاثة دي قبل إجراء الجراحة مباشرة للإجابة عن كل استفساراته، وهو يملك الحق في أي مرحلة من الثلاثة حتى قبل دخول العمليات أو حتى لو نام على الترابيزة ولسه ما خدش البنج إنه يلغي هذه الجراحة.
أنا نصيحتي لأي مريض أو لأي حد من الشباب في أي مرحلة هذا المريض قرر أنه يقلق أو يلغي جراحة يلغي الجراحة ويفكر براحته تماما، ونشرح له مرة تانية واثنين وثلاثة، ونبدأ بناء عليها يكون عنده يقين تام بالنتائج والتوقعات واقعية هيطلع إيه، هعمل له هذه الجراحة علشان ما عملوش صدمة. يعني انت شفت هاني رمزي مالك اتصدم، هو بيطلع عيني من العملية يفاجأ ان اللي اتقال له غير الواقع، يعني حاجة تانية، هو خلاص يلا اتخطف يعني معلش، هو يلا وحنعمل عملية وهي دبنج موضعي وحتعمل وساعتين وحتخرج، فيش الكلام ده لا لا خالص. احنا مستشفى مجهزة، فيها رعاية مركزة كويسة، في افاقة كويسة، هيقعد بعد البنج الموضوعي 6 ساعات، لو خد بنج كل بيقعد 12 ساعة او يبات يروح وانا مطمن عليه. لا لا لازم يعني لازم نكون واضحين. لازم انت قلت جملة مهمة، ريلايز يبقى الامور واقعي يعني تجميل الدقن بقى عشان نجمله، ايه افضل اساليبه؟ تجميل الدقن ممكن قوي بشوية فيلر صغيرين لو نسبة قليلة، وبنعدل معاها بشوية بوتونيوم توكسنز لو العضلة هنا فيها مشكلة ترفع الدقن شوية. لا ممكن نحط شوية دهون، اوقات تبقى العظمة نفسها محتاجة ان احنا نحط دعامة، اوقات نزحلق العظم العظم نفسه نحركه، اوقات دي تدل على مشكلة في الفكين. يعني هو عيني عنده مشكلة فكه في الام مزمنة، وعنده مشكلة في المضغ، وعنده مشكلة في سنانه، نبدأ نقيم الموضوع نلاقي هو محتاج جراحة في الفك، وهنا بنعمل اشعة مقطعية ونقيم الموضوع. وهنا نقول ان مش كل واحد له نفس الحل، وده اللي بيخلينا نقول ان قبل وبعد غير واقعيه، لان ممكن يجي لي عنده مشكله بسيطه في الفك في الدقن جماليه، اكتشف ان الفك فيه مشكله وعلى المدى البعيد هيعملوا تاكل في غضاريف مفصل الفك، وهنضطر ان احنا نلجا لتدخل جراحي في مراحل وخطوات، وممكن يبقى جراحه او اثنين او ثلاثه. لكن الحاجات البسيطه بتتحل زي ما بنقول فيلر دهون. يبقى السؤال المهم جدا، هل هو كلاينت ولا بيش؟ لا بيش، يعني هل هو عميل ولا مريض؟ لا مريض. اوعى تتعامل مع دكتور مع مريض التجميل على انه زبون جاي، لا ده مريض لازم ناخد بالنا جدا من ادق التفاصيل، لانه ترك ادق التفاصيل او ابسط التفاصيل قد يؤدي الى مشكله في واحده من الجراحات او من المواضيع الطبيه التي لا نحتاج ولا ينبغي ان نحتاج الى ان تكون هناك مشكله. باللغه البلدي مفيش داعي ان يكون في نصيبه، بالعكس ده لازم نطلع مبسوطين، ده احنا جايين كلنا نبقى مبسوطين، مش كده ولا ايه؟ نورتنا يا دكتور عبد الرحمن، دايما مع الدكتور.